شاء الله تسكن بلادنا والعقوبة لكم إن شاء الله. ربي يستر بلادنا وربي يحفظها إن شاء الله. وكي نتفكر تجيني الدمعة. معليش. هي إذن الذكرى 61 لاندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر الخالدة. هكذا أراد الجزائريون الاحتفال بهذه المناسبة التاريخية التي ضحى بها أبناء هذا البلد بالغالي والنفيس من أجل استرجاع حريته المغتصبة من طرف الاستعمار الفرنسي الغاشم. وفي هذا الحدث العظيم كانت العاصمة في الموعد من خلال استعراض ضخم جاب شوارعها، شاركت فيه مختلف أسلاك الأمن وفرق فولكلورية ورياضية وفنية جاءت من كل ربوع الوطن. هي لوحة فنية امتزجت فيها كل الثقافات التي تزخر بها الجزائر، كما جسدت تاريخ بلادنا منذ انطلاق ثورة نوفمبر المظفرة. والله غير مساعد علينا، إن شاء الله ربي يخلي البلاد أمينة، ربي يستركم ويستر الشعب الجزائري وين كان، وليدات الجزائر وين كانوا. اللهم ربي إن شاء الله يزيدنا من العلم ومن البركة ومن الهنا ومن السعادة. الله يوحد صفوفنا. يا الجزائر مبروك علينا بمناسبة أول نوفمبر، والله يرحم كل الشهداء، الله يرحم كل الشهداء، الله يرحم كل الشهداء، الله يرحم الشهداء، ولازم نكملوا المشوار هذا. والله الحمد لله، يعني ما كنتش خمم لي يعني عندنا شيء هذا، يعني بارك الله. حب الجزائريين لوطنهم الغالي وتمسكهم بثقافتهم وهويتهم تجلت في تلك الجماهير الغافرة التي اصطفت على أرصفة شوارع العاصمة لحضور الاستعراض، وأبت إلى أن تحتفي بهذا الحدث الذي غير مجرى تاريخ الجزائر. كيف لا ونحن اليوم ننعم بالحرية والأمن والأمان بفضل المجاهدين والشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل أن يرفرف علمنا عاليا في سماء وطن اسمه الجزائر. هذه الذكرى اللي الإنسان ما ينساهاش، إن شاء الله يا رب العالمين الناس اللي ماتوا ما ماتوش غير هكا كادو. الله يجعل ربي ان شاء الله البلاد كما راه تشوفوا في الافراح تتم الافراح تاع الجزائر ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله تسقم من الاحسن من حسن الاحسن ان شاء الله يا ربي. تحيا الجزائر انتم الشهداء واتو تريفي فالاجيري، والله فرحانين بزاف. هي إذن الذكرى 61 لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة، وها هم أبناء الجزائر يتذكرون ويسترجعون بطولات وأمجاد من شاركوا في أعظم ثورة شهدها القرن العشرون من خلال هذا الاستعراض الضخم المنظم من طرف ولاية الجزائر العاصمة. لكن يبقى الهدف والغاية من كل هذا هو غرس حب الوطن في الأجيال القادمة حتى يكون خير خلف لخير سلف.